بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي عن سامبل بروجكت كده للأحمال الحرارية وكامل للتكييف. سامبل بروجكت كامل للتكييف لغرفة أو اتنين. الغرفة اللي هنشتغل عليها إن شاء الله هي غرفة اللي متسمية هنا باسم إنتاج الشوكولاتة. انا طبعا مش هتكلم عن اي يعني ما اجي نوصل شغل الاحمال الحراريه. انا مش هتكلم على المكر اللي موجود جوه. انا اهمل الكلام ده كله دلوقتي عشان بس ما نطولش في الفيديو ونصعب الامور، يعني لان كلها داتا احنا بناخدها من جهات تانية. لكن دلوقتي احنا هنبدا نشتغل علشان نطلع الاحمال الحراريه وندخل البيانات بتاعه الكلام ده كله على الهب. طيب، اول حاجه بنشوفها لازم نعرف طبعا الاتجاه الشمال عندنا. فاتجاه الشمال على اللوحة واضح اللي هو الاتجاه جهة اليمين. بعد كده نبتدي نجهز البيانات اللي احنا محتاجينها. دي ورقة البيانات اللي احنا محتاجين نملاها. السبيس والاريا، البيبول، البارتيشن، الوول واتجاهاتها، والويندو واتجاهاته، والهايت. طيب نغير بس الكلام دوت. نورث، ايست، ساوث، ويست، نورث، ايست، ساوث، ويست. تمام. طيب اول حاجة انا محتاجها الاريا، عدد الاشخاص، البارتيشن، وهكذا. نرجع تاني للأوتوكاد ونبتدي نحدد الأريا. ندوس بي ال انتر. نبتدي نبدأ نحدد أركان الغرفة كلها. نحاول نكون لحد ما على مستوى عالي من التكون. طبعا لو حبيت اغير الويتس بتاع واللون بتاع البولي لاين دوت عشان يبقى سهل معايا، دبليو انتر مثلا 100، هتلاقي انتر انتر بعد 100 هتلاقي غير الشكل من كده اللون. بعد ما نخلص ان شاء الله هنغيره. سي انتر كده خلاص. عشان نحدد الاريا نقف على البولي لاين ده وندوس ال اي انتر. لان هو حدد لنا الاريا. طبعا هنا السكيل بتاع اللوحة بس كبير شوية. نقسم على، ناخد الرقم ده ونقسمه على مليون، تطلع المساحة ب296 او 300 متر مربع. يبقى المساحة بتاعتنا بتساوي طبعا نسمي الأوضة الأول 001 والمساحة 300 سكوير متر. طبعا هنحولها الأول لفيت، يبقى 300 × 2.3.28 تطلع 990.
طيب برضو في حاجات مهمة جدا لما نيجي نشتغل، ان احنا عشان ما نغيرش في لوح المعماري لازم نخلي اللايرز بتاعت المعماري او الارك دي كلها مقفولة، ونعمل لايرز جديدة لكل حاجة احنا بنعملها. فدلوقتي من خلال الايقونة دي هنبتدي نعمل لاير جديدة اللي على حسب الشغل اللي هنعمله. فاحنا هنقول HVAC data اسم اللاير، طبعا من هنا انت بتضيف لاير جديدة new layer HVAC data، تمام، ونختار لها اللون وليكن الأخضر ونقول أوكي، تمام، نقفل. بعد كده نختار البولي لاين اللي احنا عملناه، ونختار من هنا اللاير اللي احنا لسه عاملينها دي اتش في داتا، خلاص هتلاقي ايه اتغير اللون، تمام كده، تمام. طيب لو عملنا بقى سيليكشن او دخلنا تاني على اللايرز دي عشان بقى في كل اللايرز اللي عندنا، دوست كنترول اي، تمام، نبتدي اعمل لها لوك، تمام، ندوس على القفل ده بعد ما ندوس كنترول اي على كل اللايرز. يبقى انت كده خلاص قفلت كل اللايرز اللي عندك، ولاحظت هتلاقوا اللون بقى اخف شويه. طب ارجع تاني بقى لل اتش في سي دي وافتح القفل بتاعها عشان دي ايه اللي انا شغال عليها. طبعا برضو ارجع بعد ما اعمل دي سيلكت، ما بقاش اعمل اي سيلكت على اي حاجه، واختار تاني اللايرز بتاعت ال اتش في سي داتا علشان تبقى هي الماستر لاير بتاعتنا. طيب نكمل الشغل بتاعنا كده، احنا جبنا الاريا، ناقص طبعا عدد الاشخاص والكلام ده، بس خلينا الاول نتكلم في البارتيشنز والوجهات. طيب لو جينا نبدا بالبارتيشنز هنلاقي عندنا ان طبعا ده الاوضه دي في الدور الارضي، الاقسام اللي حوالينا كل الاقسام دي مش مكيفه الا القسم ده اللي هو اسمه تغليف الشوكولاته اللي هو الحدود بتاعته معانا اللي هي دي. يبقى اذا الحيطه دي عندنا بارتيشن لان هي على مكان غير مكيف، والحيطه دي بارتيشن برضو لان هي على مكان غير مكيف. نبتدي ناخد اطوال الحوائط دي دايمنشن لينير، الحيطة دي 10 متر 175 سنتي، والحيطة دي 9 متر. برضو هنا عندنا الأسانسير المانوار الكوردور اللي هو الباب اللي على الكوردور، كل الكلام ده هي عبارة عن بارتيشنز لأنها على أماكن غير مكيفة. هنجمع الثلاث أطوال دول عشرة متر 175 سنتي زائد 9 متر زائد 7 متر 10 زائد 9 زائد 7 متر ونص، يطلع 26.5 متر. نضربها في الارتفاع، الارتفاع عندنا هنا 3 متر 3 متر 65 أو 3 متر 30. ستة وعشرين ونص في 3 متر 30 يطلع الاريا عندنا بتاعت الكلام ده كله 87.45. ده قسمنا الكلام دوت، لو ضربنا الكلام ده في 10.76 يبقى احنا كده حولناه لايه؟ لسكوير فيت. يبقى انا عندي 950 سكوير فيت بارتيشن. برضو نحط البيانات بتاعتنا هنا في البارتيشن 950 فيت بارتيشن. طبعا ده فلور بارتيشن. هل انت عندنا وول بارتيشن، هل احنا عندنا حاجه تانية؟ طبعا الاقسام اللي فوق واللي تحت غير مكيفين، القسم اللي فوق واللي تحت غير مكيفين، تمام. يبقى هنا الفلور اباف ان كونديشن سبيس، لما نيجي نوصل ان شاء الله هندخلها. والسيلينج بتاعنا عندنا سيلينج بارتيشن بالاريا دي كلها،
كل الاريا دي كده سيلينج بارتيشن. يعني ايه سيلينج بارتيشن؟ يعني المكان اللي فوقيه كله غير مكيف بنفس المساحة دي كلها. طيب نبتدي ندخل الكلام دوت برضو على الوورد. يبقى انا هنا ده هكتب هنا كده سيلينج بارتيشن، اروح مدخل الرقم اللي هو نفس المساحة بالظبط اللي هو 990 سكوير فيت. طيب في حاجة تانية، لو انا عايز بقى احسب دقة اكتر، هخصم مساحة البواب دي من البارتيشنز، او هتحط المساحة بتاعتها، لان هي هتبقى ايه يعني ليها حسابات تانية وقصة تانية. طيب عرض البواب دي كام برضو نشوفه بطريقة dimension. دي واحد، اتنين، تلاتة. نبتدي نجمع أطوالهم، 2.5 متر زائد 2.40 متر زائد 2.5 متر في الارتفاع اللي هو ستاندرد 2.20 متر، في 10.76 اللي هو ايه عشان تحولها سكوير فيت. يبقى انا عندي تقريبا 180 سكوير فيت دورز في الكلام ده. ممكن اكتب هنا دور بارتيشن. طبعا هنطرحها من 950. تبقى اتبقى لنا 770 اللي هي الوول بارتيشن اللي باقي 770. طيب نخش على الوولز، اتجاه الوولز اللي هي الاكسبوزد وول او الحوائط الخارجية من المبنى. اول حيطه عندنا اللي هي الحيطه اللي فوق دي، الحيطه الكبيره دي دي هتكون في اتجاه الويست. تمام. طيب نحددها ازاي؟ نجيب دايمنشن ونشوف طول الحيطه دي قد ايه. طولها 28 متر و15 سنتي. 28 متر 15 سنتي في الارتفاع اللي احنا قلنا عليه 330. تمام. مضروب في 10.76 علشان نحولها، يبقى عندنا 1000 سكوير فيت تقريبا اللي هي الوول المساحة بتاعت الاكسبوز دول في اتجاه الويست، 1000 سكوير فيت. طيب عندنا شبابيك، واضح جدا الشبابيك. يعني خلينا بس ايه نحرك البولي لاين ده شوية. يبقى انتر ونختاره من النقطة والنقطة التانية، هنلاقي طبعا واضح جدا ده شكل الشبابيك زي ما احنا شايفين كده. مختلف طبعا، دي الحيطة، ده شباك، ده عمود، الشكل واضح. تمام. فالمطلوب ان احنا هنشوف اطوال الشبابيك. طبعا واضح قدامنا ان الشبابيك تقريبا سيمتريك، فاحنا هنعد هنشوف مقاس واحد وبعد كده الباقي هيبقى زي الشبابيك دي كلها. نفس المقاس كلها تقريبا بارتفاع 1 متر. يبقى الشباك الواحد عندي 2.70 متر عرض في متر. 1 2 3 4 5 ستة، بس عندنا 6 شبابيك، 6 شبابيك. طيب نحسب الاريا بتاعتهم، يبقى 2.70 متر مضروبة في متر في 10.76 كده بقت بالسكوير فيت،
في عندنا في عدد الشبابيك اللي هم 6، يبقى الإجمالي المساحة بتاعتهم حوالي 175 سكوير فيت. 175 سكوير فيت. طيب عندنا دورز، اهو موجود عندنا دورز، ممكن نيجي هنا نكتب دور، ندخل البيانات بتاعته. الباب عندنا هو قدامنا، ده باب برضو ستانلس زي الباب بتاعة الأقسام، هيكون بالشكل ده كده، 3 متر برضو، بس ده ارتفاعه 3 متر، الباب ده ارتفاعه 3 متر أو أكتر كمان، 3 متر 30 ارتفاع الدور كله، لأن ده باب خاص بدخول المعتاد. طبعا البيانات دي مش أنا اللي بجيبها من نفسي ولا بستنتجها من الرسم ولا أي حاجة، ولكن كل الكلام دوت بيكون من خلال مناقشات مع المالك والمعماري والكلام ده كله. يبقى أنا عندي باب 3 متر في 3 متر 30 على الويست، 3 متر في 3 متر و30 في 10.76، كده بقى بسكوير فيت 110 تقريبا سكوير فيت. خلي مفيش مشكلة، خلي 110. ده أنا عندي دور هنا 110 سكوير فيت. طيب نخش على الحيطة التانية. الحيطة التانية عندنا في اتجاه الساوث، الحيطة دي في اتجاه ايه؟ الساوث. طيب نبتدي نحدد الشغل بتاعها او الطول بتاعها الاول. اتناشر متر ونص. في الارتفاع 3 متر 30 في 10.76، يبقى عندنا 450 سكوير فيت في اتجاه الساوس. طيب نشوف الشبابيك، عندنا 1 2 شباكين بنفس السكوير فيت اللي قبل كده، تقريبا 2 متر 70 في 10.76، تمام، في 2، يبقى عندنا حوالي 62 سكوير فيت، وما عندناش ابواب في الحيطة دي. سكوير فيت كده اللي ناقص لي في البيانات دي كلها الارتفاع. طبعا هنا انا ما عنديش سقف صوت، يبقى من السلاب للسلاب اللي هو 3 متر 30، نحسبها بقى على كده، 3 متر 30 في 3.28، عشان تحولها لسكوير فيت تبقى 10 فيت و 8 من 10، 10.8 سكوير فيت. فيت. طيب ناقص لنا ايه تاني؟ ناقص لنا عدد الاشخاص. هنجيب الكلام ده ازاي؟ من اشري طبعا من الفنتليشن. هنلاقي جدول اللي قدامنا ده، جدول 6-1، موجود فيه الاوكيومنت دينستي اللي هي كثافة الاشخاص. طبعا ممكن يكون الكلام ده متوفر لك من المعماري من خلال الفرش اللي موجود في الرسم، ممكن يتوفر لك من المالك بسؤال يقول لك عدد الأشخاص وده الاحتمال الأكبر. لو الكلام ده مش متوفر بتبتدي إن أنت تضطر يعني إنك تخش على حاجة زي كده عشان تجيب الكلام ده. هندور على حاجة اسمها برودكشن روم، غالبا مش هنلاقيها، ولكن هنحاول إن احنا نقدر الرقم يعني. سيرينيس سبيس بانك كمبيوتر الكتريكال الفيتور فارماسي فوتو ستوديو شيبينج ريسيفينج ترانسفورم وير هاوس. مش محدد برضه في الوير هاوس، الوير هاوس دي مخازن وبرضه بتستخدم للبرودكشن. public assemblies
طيب هو هنا الكلام مش محدد زي ما قلنا، ممكن نحاول نجيب حاجة يعني برضو الفيتر ماشين روم، مفيش الكتريكال اكويبمنت، كمبيوتر، بانكينج، شيبينج، ريسيفينج، كل الكلام ده هو مش بيبقى محدده. فانت دلوقتي مضطر انك تحدد الكلام دوت انت باجتهادك الشخصي. طب هنعمل كده ازاي؟ يعني غرفة البرودكشن دي بالحجم ده كله ممكن يبقى فيها مثلا هنفترض 10 مكنات، كل مكنة من دول شغال عليها 3 أشخاص، يبقى احنا عندنا في الغرفة دي أو 2 شخص يبقى عندنا حوالي 20 شخص. تمام. طبعا الفرضية دي ما هيش ستاندرد ولا أي حاجة، ويعني الأفضل طبعا أنت تكون واخد معلومة دقيقة من مالك، لأن هو عارف عدد العمال بتوعه وعدد المكن اللي موجود في المكان بالظبط قد إيه. طيب دلوقتي احنا خلصنا البيانات اللي احنا عايزين ناخدها من الوورد أو من الهاب من الأوتوكاد، ودلوقتي هندخل البيانات دي على برنامج الهاب. اول حاجه في الهاب بنعملها ان احنا بندخل الويزر داتا. طيب احنا عندنا دلوقتي مصر، يبقى ميدل ايست، ايجيبت، كايرو. طيب درجات الحراره احنا شغالين طبعا بريتش، درجات الحراره بتاعتنا بنشتغل عليها 105، والويت بالب بتاعتنا 78 درجه فهرنهايت. تمام. طيب البيانات دي عموما لو انتوا عايزين نعرف السورس بتاعها بيبقى ايه، هي اللي هي المية اللي كانت مكتوبة، لكن 105 او 78 درجة فهرنهايت دي بالخبرة الديزاينرز بيحطوها كده. السورس بتاع الكلام دوت بيكون من حاجة اسمها اشري ديزاين كلايمت انفورميشن. هنجيب الفايل ده كده نبص عليه بصة عشان نبقى عارفين السورس بتاع الكلام ده بنجيبه منين لأي بلد تانية لو انت عايز تعرف، خصوصا لو كانت داخل مصر يعني. طيب Climate Design Information Chapter 14 في أشري، انت تقلب كده. هنا ابتدى يتكلم عن البلاد المختلفة والدرجات بتاعتها. لو كتبنا له ايجيبت اهي هتلاقيه مديلك لإسكندرية وأسيوط وكايرو ايربورت والأقصر وبورسعيد وبورسعيد الكامل. طيب درجات الحرارة بنجيبها ازاي؟ الدراي بالب، ودي درجة الويت بالب. دراي بالب وويت بالب. تمام. هنا الكلام ده بيتم يعني بنسبة ايرور معينة، فاحنا بنختار اقل حاجة اللي هي 0.4. تمام. ونبتدي ننزل ونشوف قدامنا عند كايرو قد ايه، هتلاقي هي درجات الحرارة المذكورة في الهاب غالبا، اللي هي قدامنا 100.8 مع 70.5، فانت بتزود حوالي 5 درجات على الكلام دوت علشان تبقى الحسابات بتاعتك ايه يعني اقرب للواقع اكتر، لان ده يعني او مور سيف اكتر. طيب نرجع تاني للهاب ونكمل الشغل بتاعنا كده. انا عرفت الوزر داتا، نقول له اوكي. بعد كده نبتدي نعرف الوولز والروف والكلام ده كله. طيب احنا هنعرف الوولز والروف ونكمل بقية السامبل ديزاين دوت في الفيديو التاني ان شاء الله. اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد نجم من بروكلين اكاديمي وفيوتشر، سلام عليكم.